معكم أخوكم مصطفى الشطي. إن شاء الله اليوم راح أعلمكم الطريقة وخطوات التقديم على التطبيق بإذن الله. في البداية ندش موقع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. مثل ما أنتم شايفين هذه صفحتهم الرئيسية، تختار القبول ومن ثم تضغط على إرشادات القبول ومن ثم تضغط على التقديم، تقديم الطلب. ممتاز، هنا راح يطلع لك إرشادات وملاحظات. جاي يقول لك رقمك السري هو رقم الجلوس بالثانوية، ورقم الجلوس يتكون أو الرقم السري من 6 أرقام. يا تحط رقم الجلوس كامل، أو إذا كان مثلا 3 أرقام معين كان لابد أن أنت تحط قبله أصفار عشان يصير مجموع الرقم 6 أرقام مثل ما أنتم شايفين في المثال. طبعا اللي حملت شهادة ما دون الثانوية الرقم السري هو آخر 6 أرقام من الرقم المدني مثل ما أنتم شايفين في الصورة. وإذا عندك أي مشكلة تقدر تتواصل وياهم على هذا الرقم. راح تحط رقمك المدني والرقم السري مثل ما احنا شرحنا فوق وتضغط تسجيل الدخول. طبعا راح تفتح لك هذه الصفحة، تقدر تسوي طلب جديد، وطبعا اذا كنت متقدم من قبل تقدر تطالب. بعد ما تدش راح تضغط انشئ طلب جديد، راح تختار نوع الطلب، مستجد، ثانوية عامة وما يعادله، متابعة، نوع الطلب، زين الفصل الاول. طبعا احنا راح نقدم، راح يطلع اسمك الاول، الاسم الثاني والاخير. طبعا لابد انه يكون مطابق بشكل صحيح. بعدها تنتقل الى الخطوة اللي بعدها، راح تحط انت اي فئة، تحط بريدك الالكتروني ولابد انه يكون هو صالح، تمام، وتحط البريد الالكتروني مرة ثانية، ضروري يكون شغال وياك. بعدها تحط الرقم المدني، ثم تحط رقمك المدني وتختار ذكر او انثى، الحالة الاجتماعية تذكرها، تاريخ الميلاد، وإذا أنت موظف أو موظف مدني غير موظف وإلى آخر. تروح الخطوة اللي بعدها، طبعا تختار الدولة والعنوان كامل ورقم التليفون لابد يكون فعال وشغال، وتنتقل إلى الصفحة اللي بعدها. هني تختار الجنسية، مكان الميلاد، نوع الإقامة، إقامة دائمة، التحاق بآل على حسب أنت شنو، رقم الجواز مهم جدا، متى اصدار الجواز، متى انتهاء تذكرة. هني راح تحط رمز المدرسة، راح تبحث عن الرمز. هني تختار المنطقة مثلا حوالي، تختار يطلع لك رموز حق المناطق، مثلا لنفرض الجابرية يطلع لك المدارس اللي موجودة مثلا محمد عبدالله وهيب. متابعة هتشوفوا شلون تعدل ويانا، فتختار اسم المدرسة من هني واوتوماتيكلي راح يطلع لك الرمز. تمام، تاريخ الشهادة تحط مع معدلك بالثانوية، ومن ثم تنتقل الى الخطوة اللي بعد. هني اختار الرغبات مثل ما انت تحب، ما شاء الله رغبات كثيرة، انت حط الرغبات اللي انت تبيها، والافضل والافضل ان انت تعبي جميع الرغبات عشان تكون لك فرصة للقبول في الكلية. ممتاز، بعدها تنتقل الى الخطوة اللي بعدها، راح يطلع لك حفظ الاستمارة وارسالها للهيئة، ومن ثم تطبعها باذن الله وامورك طيبة. ما تضغط راح تفتح لك هذه الصفحة. طبعا راح تختار الوقت مثل ما تشايفين، التاريخ مثلا عشان التسليم والاختبار، تطيق مرة ثانية مراجعة النهائية للطلب، تشوف الطلب مالك كامل، لابد ان الطلب يكون كله صحيح، يكون كله مدخل بياناته بشكل كامل، ماكو شيء ناقص. ممتاز، طبعا هذا موعد حق الخوات الجي 1. طبعا حاطين لك ملاحظة، غير مطلوب تسليم اي مستندات للطالب غير موظف الحاصل على شهادة الثانوية من مدارس الحكومية من بعد 2011 وليس من فئة ذوي الإعاقة، وأيضا الطالب الذي لا تنطبق عليه الشروط السابقة لازم يراجع الهيئة بالعدلية مبنى رقم 7 في صورة القبول بموعد محدد، يودي وياه المستندات الأوراق المطلوبة لفئته. طبعا لابد أن تلتزم بالمواعيد سواء للشباب أو للبنات
عشان تكون العملية مرتبة. ممتاز. طبعا في ملاحظات لابد أن تقراها ولابد أن هي تكون صحيحة، ومن ثم تضغط تم اكتمال الطلب، وكذي أنت قدمت الطلب بشكل ناجح. وتطبع الطلب احتياط عندك، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح في حياتكم القادمة. في أمان الله.